أستاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي الكبير بجريدة الفجر ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ عمرو أهلا بيك. حبيبي أمير عامل إيه؟ دايما منور. ربنا يخليك رب. حبيبي الناس عاد دايما بتواجدك معانا. ربنا يخليك أمير. عندنا كلام كتير جدا وملفات عديدة، بس عايز ابتدي معاك بالخبر اللي انا قريته قبل الفاصل، وهو خاص بالنادي الاهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك، وبيسأل سؤال: ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا؟ رأيك ايه في الخبر ده؟ حاجة محترمة كالعادة، خبر انا شايفه بيحفظ حقوق النادي الاهلي بشكل يليق باسم النادي الاهلي. كويس. كل يوم تجاوزات في حق النادي الاهلي، مسؤولين النادي الاهلي. انا ما شفتش رد رسمي طالع من النادي الاهلي بيرد على اي تجاوز حصل في الفتره اللي فاتت دي كلها. فانا اظن ان ده رد محترم جدا، انه يتم توجيه السؤال للمؤسسه الدوله، وكلنا ثقه ان مؤسسات الدوله هتبقى واقفه مع ان ما يكونش في تجاوزات، خاصه في المرحله اللي احنا فيها دي بتاعه ان الكره عايزين ترجع تاني بجمهور، وما يكونش في مشاحنات، وما يكونش وما يكونش وما يكونش. فانا اظن ان ده رد محترم جدا من نادي بحجم النادي الاهلي. يعني هو الاهلي مؤسسه وطنيه ودايما بيسلك الطرق القانونيه وبيشوف الحل في ازمه زي دي، خصوصا يا عمرو ان الازمه دي بتؤثر بشكل او باخر على العلاقات ما بين الجماهير. طبعا كل جمهور بيبقى متحمس لفريقه، لكن لازم يكون في اطار للاحترام والاخلاق ما بين الجماهير الانديه وما بين الانديه ومسؤوليها بالتحديد. لكن بالطريقه دي واضح كده ان احنا داخلين في نفق مظلم جدا جدا، وبنقطع الطريق على عوده الجماهير والحياه الطبيعيه للرياضه المصريه. بص، انا عندي ثقه كامله في مؤسسات الدوله ان هم يكون في رد، او يكون في حاجه رد محترم على الخبر اللي طلعه النادي الاهلي، وان يكون في حفظ حقوق للنادي الاهلي. بس انا هختلف معاك في حته ان ده ياثر على الجمهور. انا بشوف علاقه اللاعبين سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز اسماعيلي اتحاد مصري، اللعيبه علاقتها كويسه جدا 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 ببعض. فعلا فاحتزوا بالحزو السيء، لا، في ايجابيات كتير جدا، اللعيبه علاقتها كويسه جدا ببعض، وعليهم دور في الفتره دي كبير جدا لتهدئه الامور ما بين الجماهير، وده دور انا شايفه ان اللعيبه بتقوم بيه الى حد كبير ما بينهم وبين بعض. ما فيش مشاكل بشكل كبير ما بينهم، ما بيكونش في اثاره بلبله ما بين اللعيبه وما بين بعضها بتثير الجمهور، فبالتالي يحصل ازمه. فانا اظن لا، ان اللعيبه والمنظومه بتاعه اللعيبه سواء في كل الانديه ليها دور كبير يرجع من اول وجديد تاني. وانا شايف خطوات ايجابيه جدا من الدوله ان يكون الجماهير في المدرجات، بس ما فيش اللي بيساعد اللعيب كمسؤولين. هو انت بتتكلم بقى ان نحاول ناخد الشق الايجابي نلعب عليه، بحس ان يكون ده المثال الافضل للجماهير اللي يحتذوا بيه العلاقه ما بين اللاعبين. هي دي مشكلتنا في الفتره الاخيره، ان احنا دايما بنبص للسلبيات ما بنبصش للايجابيات. عندنا ايجابيات كتير نقدر نستغلها كويس بعلاقات اللعيبه. انا شايف ان دي اكبر ايجابيه نقدر نقف عليها ونستغلها في ان الجمهور تاني يرجع من اول وجديد. حلو. مش شرط ان يكون في حد ايا كان هو مين بقى، سواء بقى مسؤول الزمالك او غيره، هو اللي بيكون طالع يعني بيكون بشكل مش كويس، فبالتالي نأثر على الايجابيات اللي موجوده. لا، اللعيبه انا شايف عليها دور كبير جدا، وانا شايف ان اللعيبه برضو بتقوم بالدور ده بشكل كويس جدا. كويس. اللعيبه نفسها ان الجمهور يرجع، ما فيش لعيب لو سالت اي لعيب بيلعب كوره لا يقول لك لا انا عايز الجمهور يرجع. أكيد. فبالتالي اللعيبه هي اكتر شخصيات حاسه بالوضع بعيد عن المسؤولين طبعا بيتمنوا طبعا ان الجماهير ترجع بكل تاكيد، بس اللعيبه اكتر حد جوه المنظومه دي عايز الجماهير ترجع. فانا اظن ان اللعيبه هي اللي عليها العامل الاكبر، ونبص للعامل الايجابي بتاع اللعيبه، العلاقه القويه اللي ما بينهم والعلاقه المحترمه اللي ما بينهم. شفنا الناس حاولت قبل كده تقول اصل المنتخب اهلي وزمالك، وبنشوف اللعيبه في النهايه اصدقاء. فعلا. يعني انا اظن جنش من اقرب الناس للعيبه كتيره جدا جوه النادي الاهلي. فعلا. محمود كهربا من اقرب الناس لعيبه كتيره جدا جوه الاهلي. طارق حامد من اقرب الناس. ففي علاقات كويسه جدا. عبد الله السعيد نفس الكلام، باهر المحمدي نفس الكلام. بالزبط. ففي لعيبه كتير جدا نقدر نستغل الوضع ده بان هم اللي يكونوا العامل الايجابي في الحته اللي احنا
احنا بنتكلم فيها بتاعت ان عوده الجمهور. وانا شايف ان موضوع ان احنا نبص للسلبيات بس ونركز على السلبيات بس ده موضوع بصراحه ما بقاش كويس للكره المصريه، ما بقاش كويس للرياضه المصريه. كفايانا بقى يعني، احنا عايزين المرحله اللي جايه. انا مستبشر خير بالفتره اللي جايه، شايفين شكل كويس لحد دلوقتي. دوري اعلن بمواعيده لحد الدور الاول، يا عالم اللي هيحصل، بس الناس بتاكد كل يوم. عايزين نشوف اللي احنا شايفينه الشكل ده. طبعا الحقيقه طبعا بصراحه كل يعني الجماهير المصريه بشكل عام، مش جمهور النادي الاهلي يعني، عشان حد بكل تاكيد المباريات ملهاش حس خالص من غير الجمهور. بالظبط يعني. طبعا في مباريات ممله. حضر يعني الواحد شاف كم الفتره الاخيره كده المباريات بتاعت افريقيا دي مديه روح، مديه روح كبيره جدا وهم عامل اساسي. وطبعا عليهم دور كبير. طبعا أكيد. يعني برضه عشان ما نغفلش دور الجمهور، عليهم دور كبير جدا طبعا. في ان هم ما يثيروش اكتر واكتر حاله الاحتقان اللي موجوده في الفتره الاخيره دي ما بين الانديه. اذا هي كانت خطوات مهمه من النادي الاهلي للقضاء على بعض السلبيات القليله اللي موجوده، برغم طبعا من توافر وتواجد عدد كبير جدا من الايجابيات، لكن هي خطوات مهمه وتساؤلات مهمه جدا من النادي الاهلي من خلال هذا الخبر. وتساؤلات مشروعه. مشروعه. تساؤلات مشروعه جدا طبعا. كويس. ان التجاوزات بقى لها فترة كبيرة جدا بتحصل. وزي ما قلت لك وهعيد تاني، أنا ما شفتش رد رسمي، بتكلم رسمي، رد رسمي من النادي الأهلي على موضوع التجاوزات ده غير بالشكل القانوني وبالشكل المحترم بالزبط. اللي بيمشي بيه النادي الأهلي. فأنا ما شفتش حاجة ردود بقى وتراشق والكلام ده، ما شفتش، وما أظنش إن هو ده أسلوب النادي الأهلي. مش أسلوب الأهلي، لا طبعا مش أسلوب الأهلي خالص. طيب بخلاف هذه الجزئيه، وهي في الحقيقه كانت جزئيه هامه جدا وعلقنا عليها، لكن عايزين نروح نتكلم على الكوره شويه بقى، وده المفروض دورنا عامه كاعلام رياضي بشكل عام، ان احنا بنتكلم في الكوره في الرياضه في الاخبار بعيد عن الازمات، لكن بعض الاوقات بيبقى في امور لازم ان انت تناقشها يعني. فبالتالي عايز ابتدي معاك بالنادي الاهلي ومشواره حتى الان مع مستر فايلر، وانا دايما بحاول اسال ضيوفي على تقييمهم للمدير الفني حتى لو عدد المباريات قليل وممكن ما يكونش التقييم كامل في نفس الوقت، لكن انت بتشوف الاربع مباريات دول ازاي بالنسبه لمستر فايلر قبل مباراه الغد الهامه جدا مع الانتاج؟ رقميا هو ناجح بنسبه 100%. كويس. رقميا ناجح بنسبه 100%. حكم نهائي على فايلر اعتقد انه صعب جدا دلوقتي. النادي الاهلي تهاجم هجوم شرس بسبب ان فايلر هو اللي يتولى مسؤوليه الفريق بعد ما خرج شويه تفاصيل ان النادي الاهلي بيجيب مدرب عالمي والحاجات دي كلها، وفي الاخر فايلر هو تم الاختيار انه يكون هو اللي موجود يعني على راس الاداره الفنيه للنادي الاهلي. زي ما بقول لك رقميا هو ناجح بنسبه 100%، لكن مع الوقت بقى وضغط المباريات وافريقيا برده مختلفه شويه عن الدوري المصري طبعا. والاجواء هو لسه جديده عليه اساسا بالكامل سواء افريقيا ولا الدوري المصري. وده واضح في 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 جميع تشكيلاته لحد دلوقتي، ما فيش تشكيل ثابت هو بيلعب بيه وما فيش قائمه ثابته هو بيلعب بيها، قائمه 23 لعيب بيعمل روتيشن، وانا اظن ان الروتيشن ده غصب عنه مش بمزاجه، هو بيعمل روتيشن عشان عايز يبص على اللعيبه كلها بشكل بيقيم جدا. طبعا لازم يقيم وحقه برضه مشروع طبعا حقه يعني مشروع التقييم اللي هو بس هيجي وقت انه لازم يثبت طبعا يعني مش هيفضل ما انا ما اظنش ان مع طول الدوري ومع مباريات افريقيا اللي هتيجي انه يفضل يعمل الروتيشن الكتير ده. بس ممكن البعض يقول لك ما هو مع توالي المباريات في مختلف البطولات مثلا هيبقى محتاج انه يريح لعيبه، فبالتالي هيعمل روتيشن برضه مثلا. واحد اثنين يعني في اضيق الحدود يعني. طبعا يعني وهو اكيد عارف ده طبعا يعني مش انا اللي هقول كمان، هو اكيد الجهاز على اعلى مستوى أكيد. فاكيد هو عارف النقطه دي بالذات انه لازم يشتغل على هو اكيد بيشتغل على ال 30 لعيب اللي موجودين معاه، بس هو في النهايه هيقيم ب 18 19 لعيب، ده احنا بنتكلم في كتير جدا 19 لعيب ده. فهو اكيد عنده لسه لحد دلوقتي ما حطش التقييمات النهائيه لان ال 19 لعيب القوام الاساسي اللي هو هيبتدي يلعب عليه. فكره الروتيشن اللي هو عاملها فكره كويسه جدا، اللعيبه كلها عندها الحماس ان هي تكون موجوده تحجز مكانها، وهو موصل الاحساس ده للعيبه ان مفيش لعيب عندي هيحجز مكانه على طول. انا اظن ان السلاوي والشناوي بس هم اللي لعبوا كل الاربع مباريات معاه او الخمس مباريات بالظبط. فانت بنتكلم في اثنين لعيبه من 11 لعيب قام 11 لعيبه، انا بتكلم على الاساسيين 11 لعيب، اثنين لعيبه فطبعا عدد قليل جدا يعني، بقيه الفرقه كلها هو غيرها. فده هو بيستكشف الامور بتاعه اللعيبه والفنيه، سواء عامل حاجه غريبه يعني ما حدش كان يتوقعها يعني، ان اي مدير فني جديد بيحاول انه يبتدي بالتشكيل اللي المدير الفني اللي قبل كده نهى بيه علشان يضمن بشكل اكبر الانتاج الايجابيه. هو ما شاء الله الحمد لله لحد دلوقتي يعني
غير في التشكيل كتير وكسب كل البطولات حتى كل المباريات حتى الان بما فيهم بطوله السوبر امام نادي الزمالك. المباراه كانت صعبه جدا اكيد، فالبعض بيشوف ان دي كانت حاجه غريبه شويه او مجازفه شويه. هي مجازفه طبعا، وهو اللي بيعمله لحد دلوقتي ده مجازفه، يعني انه يغير اللعيبه او اللعيبه اللي بتثبت نفسها في مباراه ويرجع زي الو ديانج. الو ديانج خرج من 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 ماتش بكره خالص، فدي برضو الناس مستغربه بعد ما عمل الماتش الكويس ده. بس برضو هو ما بيحكمش، هو الحكم عنده مش ماتش، الحكم طبعًا عنده الاستمراريه. الاستمراريه مش هتيجي من غير ما هو يبص على قوام الفرقه اللي معاه او قوام اللعيبه كلها اللي معاه، فانه يبص على ده في المباريات ده حاجه كويسه وحاجه ايجابيه طبعا ان هو يبص على كل اللعيبه. فانا اظن ان هو هيجي ماتشين ثلاثه والموضوع بالنسبه له هيبقى خلاص، يبتدي بقى لازم يثبت تشكيل ولازم الناس تبقى عارفه طريقه لعبه ايه، بيغير ازاي. طبعا في تريكات طبعا هو لازم يعملها عشان زي اي مدير فني يعني. اكيد. فلكن هو كاسلوب مع اللعيبه لا، انا شايف اسلوبه ايجابي جدا في الفتره دي. كنت تتوقع البدايه دي مستر فايلر بصراحه؟ بص، اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي تنجح. طبعا خامه كويسه واسم النادي الاهلي ينجح، ف هي كان ناقص له الرتوش ان هو يحطها بالزبط على الفريق. واظن ان هو بدا يحط الرتوش بتاعته دي، واظن كمان ان اللعيبه بدات تستوعب طريقه لعبه، فظهر بالشكل اللي احنا موجودين عليه ده دلوقتي اللي الناس بتشوفه دلوقتي للنادي الاهلي. فانا يعني رغم الفتره القليله ما لحقش الراجل، يعني ده جه 13 يوم ولعب اول مباراه يعني. ما بص، المدير الفني الكبير امير ما كويس، ما عندوش ما انا ما بعترفش ان المدير الفني الكبير واللي بيجي لنادي كبير ما ياخد انه لازم ياخد وقته وكلام من ياخد وقته، بس ما ياخدش بقى ده لسه ما دخلش مع الفريق ولسه ما استوعبش. احنا انا لسه بقول ان هو مش متعود على الاجواء بتاعت افريقيا مختلف عن اوروبا طبعاً. فدي حاجه، وانه يخش يكون عنده الفنيات بتاعته وانه يحفظ اللعيبه الجمل اللي هو عايز ينفذها على ارض الملعب دي حاجه، والاجواء بتاعت افريقيا حاجه تانية خالص. فلا، اللعيبه تنجح، اللعيبه اللي موجوده شخصيته تبان من تصريحاته بعد المباريات من خلال متابعتك يعني. هو واضح انه هادي جدا يعني، وكذا يعني كذا تصريح بيخرج من بعيد عن فايلر بيتقال ان هو راجل رياكشناته حتى ما تبينش هو مبسوط من اللعيب ولا متضايق منه. فبالتالي اللعيب ما بيبقاش عارف هو انا اديت اللي هو عايزه ولا ما اديتش. فبالتالي اللعيب بيطلع اقصى ما عنده في التدريبات عشان يعني دي حاجه ايجابيه. طبعا حاجه ايجابيه ان هو ما بيديش رياكشن بان انت وحش او حلو ده، حتى يعني وبالذات لو انت وحش. بالذات لو انت وحش دي ايجابيه اكتر، ان انت كنت وحش فهو ما ادالكش الرياكشن ان انت وحش بالزبط. فبالتالي لا، انت موجود لسه عندك فرصه تانية انك تثبت نفسك. فلا، هو شخصيه واضح ان هو هاديه جدا يعني. نتمنى له يا رب كل التوفيق، والاهم طبعا بالنسبه للفريق ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ومباراه الغد ان شاء الله من التاج الحربي، مباراه غايه في القوه. بالتالي عايز اتطرق معاك لبطوله الدوري وبدايتها، ورايك ايه في البدايه دي من الجانب الفني بالنسبه للبطوله بالتحديد؟ لحد دلوقتي إيجابية جدا كويس. أنا مستبشر خير باللجنة الخماسية اللي موجودة كويس. كل التفاصيل اللي حصلت لحد دلوقتي تدل إن الناس دي بتشتغل وبس يعني. مفيش بقى، بس في بعض السلبيات صغيرة لسه، وده طبيعي، بس لازم يشتغلوا على علاجها أكيد طبعا. بص أمير، مفيش حاجة في الدنيا، مفيش مؤسسة في الدنيا كبيرة ما فيهاش سلبيات. أكيد أكيد. ولو مفيش سلبيات يبقى أنت ماشي غلط. صح. يعني انت مش عايز تمشي، مش عايز تعمل سلبيات لنفسك، بس اكيد انت بتتعلم من اخطائك. بتتعلم اخطائك ده ازاي؟ لما تقع في الغلط عشان تتعلم من الخطا ده ما تكرروش. وبعدين الناس لسه جايه جديد، فيعني واول مره يديروا المنظومه بالكامل. احنا سامعين عن اسامي، في اسامي دخلت اول مره نسمع عنها، حسام الزناتي مثلا. حسام الزناتي ما حدش يسمع عنه. عمل جدول دوري محترم بصراحه جدا سواء خلي بالك على الدوري الممتاز او دوري الدرجه الثانيه. دوري الدرجه الثانيه برده نفس الكلام، عمل مؤتمر وعمل وزع الفرق وحط الجدول وظبط. فانا لا يعني الواحد مستبشر بيهم خير. في سلبيات، في سلبيات زي اي مكان في الدنيا في سلبيات. المفروض نساعدهم بقى شويه يعني، طالما شفنا ايجابيات كتير. هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه من ساعه الخبر بتاع النادي الاهلي. نبص على الايجابيات، نركز على الايجابيات شويه. نركز على الايجابيات. اي مكان في الدنيا في سلبيات طبيعي، مفيش حد ما عندوش اخطاء يعني. طبعا ده شيء اكيد مهم، لكن الدوري انت شايف البدايه مناسبه يعني؟ البدايه كويسه لكل الفرق. المباراه بتتلعب لحد دلوقتي في مواعيدها. حسام الزناتي انا بس
اخدت عليه انه لما عمل التصريح بتاع ان بعض المباريات اتاخرت 3 دقائق ودقيقتين خاصه في الشوط الثاني لما كتب على السوشيال ميديا ما كانش صح. يعني ما كانش صح انه يتكلم على السوشيال ميديا. عندك قنوات رسميه للاتحاد المصري لكره القدم تقدر تعلن عنه الكلام ده. ولو تم اعلان الكلام ده على القنوات الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم شابوه. يعني كان لازم حاجه كويسه. طبعا حاجه كويسه انك بتتكلم في دقيقتين وفي 3 دقائق وان انت عايز تخلي المباريات كلها بتبدا في ميعاد والشوط الثاني يبتدي في ميعاد رسمي وان يكون في عقوبات على الانديه ان هي ما تلتزمش بالنزول لارض الملعب في الميعاد المحدد. احنا فعلا عندنا مشكله هنا في مصر جدا ان فتره الراحه ما بين الشوطين بتقعد تلت ساعه ساعات. حاجه صعبه غريبه جدا. والحكم بقى مش هيخش يخبط يلا يا جماعه يلا يا جماعه شويه بتاع الناس المفروض خلاص قبل الحكم بيدي 5 دقائق قبلها ب5 دقائق يا جماعه احنا 5 دقائق وهنكون موجودين في الملعب. بالظبط. فلازم الانديه برضو يعني تلتزم. انا مش يعني مش شايف اي داعي كاننا بنلعب مثلا ايه ماتش خماسي مع بعض ده مستنى 5 دقائق 5 دقائق طب انا جاي في السكه الكلام من كتير كتير بصراحه مش طبيعي. لا فاللي هو عامله ده كويس جدا فكان لازم يخرج رسمي. هو ده اللي انا بس معترض عليه انه كان لازم يخرج بطريقه رسميه. ما يخرجش عن طريق الاكونت الرسمي بتاعه خلاص. انت ما بقتش ملك نفسك دلوقتي. بالظبط. انت دلوقتي بتشتغل في منظومه كبيره فلازم التصريح اللي يخرج منك لازم يبقى معمول له 1,000,000 حساب. صح. فانت كتبت على السوشيال ميديا وهو تهاجم بشكل دوري جدا كبير. وانا مع النقد مش الهجوم عليه، مع النقد ان هو اتصرف غلط ولازم هو يكون عارف ان هو اتصرف غلط. هل كان في تواصل من الاعلاميين او الصحفيين معاه بعد التويته دي بالتحديد؟ يعني هو عشان يتدارك الخطا ده يعني؟ هو ما بيتواصلش مع الصحفي. هو حسام بيشوف شغله بيركز في شغله بس وده برده الى حد ما ممكن يكون كويس. يعني طبعا دور الاعلام مهم جدا. أكيد. جدا جدا ودور انك تتواصل مع الاعلام دي حاجه كويسه جدا ومهمه جدا. بس تتواصل امتى؟ وفي الوقت المحدد اللي يكون متحدد لك انك تتواصل فيه مع الاعلام. بالظبط. ده شيء مهم جدا وهو لازم يعي ده. بس طبعا انا يعني هلتمس له العذر ان الموضوع لسه هو موضوع كبير عليه رغم ان هو عمل امم افريقيا. يعني ما فيش حدث اكبر من كده. كمساعد محمد فضل يعني ما فيش حدث اكبر من كده طبعا. بس طبعا انت جاي بقى ال 30 نادي و70 نادي تحت في الدرجه الثانيه فانت عندك يعني مكالمات كتير جدا. اكيد اكيد. فلازم هو يتدارك ده في الفتره اللي جايه انه يكون مركز على القنوات الرسميه والشرعيه للاتحاد المصري لكره القدم. نروح للمنتخب بقى شويه. كابتن حسام البدري متحمس انت الكلام ده. بتشوف ازاي الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في ظل البعض يقول لك في توازنات في الجهاز اهلي وزمالك وحاجات اجبر عليها الكابتن حسام البدري. في العموم بتشوف تشكيل الجهاز كله ازاي؟ هل بالشكل الايجابي اللي هيفيد منتخب مصر ولا كان في بعض التعليقات على بعض الامور ممكن تعطل المنتخب؟ اتمنى ان يكون اتمنى التوفيق طبعا للجهاز ان شاء الله. ان شاء الله ان يكون مرحله جديده للمنتخب الوطني. بس انا مش فاهم 2 مدربين عموما مش فاهم. ما هي دوت برضو التساؤل اللي انا سالته والله في الحلقه ساعتها. قلت ركزت على تصريح الكابتن حسام البدري في مؤتمر صحفي ولما جه معاد الاعلان عن تشكيل المعاون قال لك احمد ايوب وطارق مصطفى 2 مدربين وبعد كده قال لك سيد معوض مدرب مساعد. فطب التايتلات بتاعتهم ايه بالظبط؟ مش واضحه يعني. مفيش في الكوره كده. مفيش. يعني انا ما شفتش يعني لحد دلوقتي ما شفتش اي حاجه تقول ان في ان الجهاز يبقى نفس الامر. خلي بالك في المنتخب الاولمبي مفيش برضو مفيش التخمه دي. كابتن معتمد جمال وكابتن وائل رياض وكابتن محمد شوقي وكابتن عدد شوقي في عدد. يا جماعه ده ما هو مش بالعدد. هو الاختصاصات ايه؟ هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ لو 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 الجهاز الفني المنتخب مصر كابتن حسام البدري طلع اعلن ان مثلا انا جايب كابتن احمد كابتن طارق مصطفى عشان جمل معينه للعيبه اللي بتلعب على الاطراف في المكان اللي هو كان بيلعب فيه ماشي هبقى موافق جدا 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 على تصريحه. لكن 2 مدربين عموما وانت لسه ما حطيتش الاستراتيجيه بتاعتك مين اختصاصاته ايه ومين يعمل ايه ده ممكن يعمل مش هنقول شويه مشاكل لان احنا لسه ما شفناش على ارض الواقع ايه اللي حاصل. بس ليه تحط نفسك في الحته دي وليه تحط نفسك في الكيل والقال ان في مشكله ما بين كابتن طارق مصطفى وما بين كابتن احمد ايوب في مشكله ما بين كابتن طارق مصطفى وما بين كابتن سيد معوض ليه؟ مين اللي خد القرار ده؟ بص كان في تصريحين في المؤتمر عكس بعض اللي هم استاذ عمرو الجنايني طلع قال ان هو ساب مطلق الحريه لكابتن حسام البدري لاختيار الجهاز المعاون. تمام. بعد ما المؤتمر خلص في قعده مع الصحفيين حصلت كابتن حسام البدري طلع قال انه
على المنصب بتاع كابتن محمد بركات ووجود كابتن عماد متعب، لما اتسال على عماد متعب قال لك مش انا اللي شكلت، مش انا اللي جبت، قال كده قال انا ما عنديش مشكله مع عماد متعب بس التشكيله دي ما كانتش مني، فمين بقى الصح؟ يعني ايه اللي حصل؟ طب هل هو من المناسب لاي مدير فني ان يتم اجباره على بعض الاسماء؟ لا طبعا، وانا مش عايز اقولها اجبار لانه ما اظنش ان كابتن حسام البدري بشخصيته اللي لا يعني انا اعرفه من بحكم يعني شغلي في النادي الاهلي كلنا عارفين فما اظنش ان هو بيجبر على حاجه حتى لو منتخب مصر يعني، فما اظنش ان هو يجبر على حاجه، ولو اجبر على حاجه اظن ده اكبر غلط وده بدايه المشاكل انه تحصل مشكله ما بين عشان يرجع يقول ما انا قلت يا جماعه، فكل واحد هيشيل بقى هيتنصل من المسؤوليه ساعتها. لكن لا انا ما اظنش ان هو اجبر، اكيد تم يعني التشاور في تشاور حصل ما بينه ممكن يكونوا اقنعوا اكيد بص طالما الجهاز اعلن بالشكل ده يبقى كابتن حسام البدري مقتنع هو ممكن حد يقول لك كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي قال لك ايه؟ قال لك انا كنت بعدي من قدام اتحاد الكوره كان بيبقى حلم بالنسبه لي ان انا امرن منتخب مصر، فلما الحلم جاله فابدا بعض التنازلات مثلا، وده مش عيب، مش عيب، لا طبعا مش عيب، مش عيب بس مش هيأثر مع ما هو بقى ما هو مش عيب بس في اطار في اطار انك تحط لكل واحد اختصاصاته في الجهاز الفني، مش مجرد انه يكون عدد او مش مجرد انه يكون موجود لان هو يكون في توازنات زي ما انا برفض كلمه توازنات ما بين الاهلي والزمالك دي، لان ده منتخب مصر يجي بقى من المصري يجي من الاسماعيلي يجي من المحله يجي من اي حته، كابتن شوقي غريب مثلا يعني اكبر مثال اهو، وراجل محقق لحد دلوقتي نجاحاته ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في بطوله افريقيا لورعه بكره باذن الله. فلا انا شايف الموضوع التوازنات ده لازم الناس هي حتى المسؤولين ما يتكلموش في موضوع التوازنات ده، رغم ان برضو الاستاذ عمرو الجنايني اكد ان ما فيش موضوع توازنات ما بين الاهلي والزمالك، هو ان ده كان باختيار كابتن حسام البدري على عهدته. كلام مش منطقي شويه بصراحه، بص لا نكب بصراحه الكلام مش منطقي، ان كابتن حسام البدري من نفسه هيختار، احنا مش بنحاول ان احنا نعمل مشاكل او نقول ان في مشكله في المنتخب ولا حاجه، لكن احنا بنحلل الكلام او بنحاول نعقله شويه. كلام غير منطقي ان هو مثلا يكون كابتن حسام البدري اختار كابتن طارق مصطفى من نفسه او كابتن ايمن طاهر من نفسه، رغم ان كابتن حسام البدري لما بيروح اي حته بيبقى عايز كابتن طارق سليمان كابتن احمد ايوب الكلام ده. بس بص هقول لك على حاجه، مش منطقي بس لما يكون في تشاور وفي كابتن حسام احنا لازم نعمل كذا 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 ولازم نقعد نتكلم في ان كابتن طارق مصطفى ده راجل فني واشتغل في الحته الفلانيه وحقق نجاحات بكذا ودي الطريقه بتاعته في الشغل عامله ازاي، فممكن يكون هو تحمس للموضوع، مش مساله اهلي وزمالك، انا عايز اهرب بس من حته موضوع ان هو منتخب مصر مقسوم اهلي وزمالك، ما هو مش اهلي وزمالك، هو المنتخب ده مش منتخب اهلي وزمالك، ده منتخب مصر يعني بالزبط. اي حد يحلم انه يكون موجود في المكان ده ويتحقق خلاص، ايه المشكله؟ خصوصا الاسماء اللي موجوده في الحقيقه اسماء كبيره، يعني كابتن ايمن طاهر مدرب قوي جدا، طبعا كابتن طارق مصطفى مدرب مميز جدا وخبرات يعني احنا بنتكلم على التفاهم، كابتن ايمن طاهر خبراته كبيره جدا طبعاً. جدا جدا أكيد. جدا مع نادي الزمالك من اكبر من يعني من اكتر حراس مدربين حراس المرمى اللي كان موجود بيدرب جوه نادي الزمالك. كابتن طارق مصطفى حقق نجاحات كتير سواء جوه او بره مصر، وبره مصر بالاخص في المغرب كان عامل شغل كويس جدا. فلا يعني موضوع الاهلي والزمالك ده ما انا بس يعني هاخدك لحته تانية، موضوع محمد صلاح مع ما انا لسه كنت هسالك على موضوع محمد صلاح ده. التصريح غريب جدا، تصريح كابتن حسام البدري غريب جدا. ايه موضوع يعني انا مش ايه بالظبط الموضوع انه تواصل معاه عشان الاجهاد ويشوف البرنامج البدني بتاعه عشان الفتره اللي جايه والمرحله اللي جايه، يعني ايه ما فهمتش؟ هو محمد صلاح عنده جهد؟ ما هو التصريح غريب جدا، مين قال ان محمد صلاح عنده جهد؟ هل هو في تقرير جه للمنتخب؟ وحتى تاني يوم بعد التصريح ده محمد صلاح شارك في مباراه شيفيلد 90 دقيقه كامله. انا ما والتصريح مكتوب بشكل بصراحه غريب جدا، هو كان تصريح تلفزيوني. ضغط المباريات وان ضغط المباريات على محمد صلاح في الفتره اللي فاتت، ضغط المباريات ايه؟ الدوري الانجليزي لسه ما هو ما عندهمش ضغط مباريات يا جماعه، ده ما تلعبش لسه. امال ضغط المباريات ده يعني الدوري الانجليزي ده عادي بالنسبه لهم، من شهر 12 وشهر 1 ده هي دي الفتره بتاعه ضغط المباريات بقى يعني. فانا ما اظنش محمد صلاح لسه الموضوع، هل في حاجه هل إن انا مش عايز اسير برضو بلبله في البدايه ان انتوا ليه التصريح ده طلع عشان يكون سببه ان في حاجه ان كابتن حسام البدري وكابتن محمد بركات تواصلوا مع محمد صلاح عشان ان هو عنده اجهاد. طب هو جاي ولا مش جاي يا عمرو؟ التصريح ده يدل ان في حاجه، ان ممكن يكون محمد صلاح مش جاي. تصريح كابتن حسام البدري ده وان هم تواصلوا مع محمد صلاح في التوقيت ده بالالفاظ اللي خرجت بان هو عنده اجهاد وان احنا بنطلع على البرنامج بتاعه، ده يدل ان في حاجه مش مظبوطه، ده يدل ان محمد صلاح قال انا مش جاي، ان في مشكله بسبب موضوع ذا بيست.
في حاجه غلط، في مشكله يخليك تثير بعض التساؤلات يعني. اه طبعا ومش هيتم الرد عليها غير يوم المعسكر، خلي بالك يعني، حتى هتعرف لما يجي محمد صلاح يعني. هيكون موجود مش موجود، لان هو اختاره، هو اختاره هو طبعا، وهو كابتن حسام بدري اللي اختاره. اه بالظبط، عشان برضو يعني النقطه دي مهمه جدا، ان كابتن حسام بدري هو اللي اختار الخمس لعيبه المحترفين قبل القائمه المحليه. طبعا قائمه التسريب اللي خرجت دي برضو انا ضد الموضوع ده. ليه القائمه خرجت؟ اكيد يعني اكيد ما خرجتش من الجهاز الفني يعني، عشان برضو ما من نرميش من مين يعني؟ من التشاورات، ما التشاورات ده بيبقى فيه ناس كتير. ما بيبقاش الجهاز الفني بس اللي قاعد يعني، ففي ناس كتير كانت قاعده. لا استنى بس، يعني ايه مش الجهاز الفني بس اللي قاعد؟ الجهاز بالكامل بقى اداريين و في منظومه، في منظومه كامله اكيد هم حاطين هيختاروا ازاي وهيبعتوا الجوابات ازاي للانديه، وان هيكون مين موجود معاه. ف 40 لعيب، طب انت ما اديتش فرصه، انت حتى يعني اللعيبه اللي انت ممكن لسه ما شفتهاش. انا مع جدا 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 ان هو يعتمد على القوام الظاهر، لان لسه لحد دلوقتي الدوري المصري ما افرص لعيب منور، فانا ما عنديش مشكله في ده. بس ليه تقتل الطموح عند اللعيبه، عند اللعيبه دي ببدايه انك بتعلن 40 لعيب؟ برضو ما بتعلنش رسمي صح، بس تسريب ان يخرج فيه 40 لعيب موجود، في لعيبه تانية حقها، ان حق مشروع جدا ان هي تكون موجوده في منتخب مصر، وحق مشروع جدا انك تتابع اللعيبه دي. فبالتالي لا، التصريح ما كانش موفق خالص خالص يعني. في العموم نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الاول والاولمبي كمان المقبل على تحدي صعب ومهم جدا، بطوله الامم الافريقيه في مصر تحت 23 سنه بالنسبه للكابتن شوقي غريب، ومؤهله باذن الله لاولمبياد طوكيو 2020. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، باذن الله كمان نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في مباراه الغد امام الانتاج الحربي. عمرو سعدت جدا بتواجدك معايا، وكنت نفسي ان انت تيجي بدري شويه عشان ناخد وقت اكتر من كده. معلش بعد اذن لك الطريق بس كان زحمه شويه. نورتنا وشرفتنا عمرو، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك. كان ضيفنا العزيز وصديقي العزيز عمرو الجرزاوي، الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في بعض الامور الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه. بكره باذن الله هنكون اجازه عشان مباراه الاهلي هتبقى الساعه 8، فاحنا مفيش كلام في الميديا بكره، هنرجع مع حضراتكم باذن الله يوم الخميس في حلقه تكون مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون وفق في مباراه الانتاج الحربي، ونبارك له ونبارك لجماهيره بالفوز على الانتاج الحربي باذن الله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.